Hop là. يا مالو خلوها مالو ما شان ديالي انا سبولاني انا سبولاني واي هذا ميرسي بوكو هذا بو انا والله الا ديا طريقي بالله ابغى ندير معاك مزيان انا بغي نمرتك الاول ها باش عرف هذا واش الدراري هانين كلشي مزيان في امان الله عارف انكم توحشوني كنقرا لي ميساج ديالكم ديما في انستغرام وفي يوتيوب ميرسي بوكو على الميساج الزوينين ديالكم الله يحفظكم كاملين لوالديكم المهم الدراري راه ما يمكنش ليا كل نهار ولا كل يومين ندير لكم فلوج غنبدا نحاول ندير كل سيمانه فلوج يعني كل فات زمان يلا يعني كل فات زمان ندير لكم فلوج المهم من الحد لحد ان شاء الله ندير لكم فلوج زوين ونقي باش نكون باش تبقاو ديما تسناو ديما الجديد باش نطلع لكم في راسكم اي ولا لا اي وا اي واحد التليفون على التليفون باش ما نطلعش لكم الدراري في راسكم المهم دابا راه باقي غير بالبال الدراري موضوع الدراري هادو يا مالي يا لهوش تكونوا غادي بعد مرات تجي وقف شي واحد راه غفله غادي يا اول حاجه الدراري ديما حداهم من النور حداهم من بحال اللعيبات الدراري راح يمكن اللي كيصوت اللي ما كيصوتش اللي كيشوف كل ما كيشوف شكون اللي كيلعق ديما مول مولار الله كاين البرد اليوم الشعب وحق الله كتقاش معاهم المشكل هانيا موج وحنا غير تتموش معاها ما كاينش المشكل عشير الرجل من الطفوله هذا راه مقوى هذا الدراري ضرب واحد لعيبه واصدق شوف الطوال هطلع يا مالو خلوها مالو مالو شو هالدراري بالارضي وخلاص بدري كومو على الدراري الشرطة في خدمة المواطنين وشفتوها الدراري ولا ما شفتوهاش كتش منظار مسكينة نرجع نسولها واش هذا اسم البلوج اللي يقدر خويا يقول لها مالك خارجة يقول لها خويا مالك خارجة ولا شي حاجة لا لا ما تخافيش تبارك الله عليكم لاشين ديالي انا سبوعلاني انا سبوعلاني ديجا عندك انا فقط وي وهذا يلا ميرسي بوكو فوالا الدريات هادو اللي كتشوفوهم الله يعمر لهم الدار زيد طاح فيها ميسيون ديالهم باش يتاحوا في لاشين يوتيوب باش ما نقول باش ماشي تجي تقول خونا دار شي حاجه ما دار نايتو فوالا دابا مشوا هانين الدراري
ولينا مشواري الى الدراري، ولينا مشواري بالفضل ديالكم الدراري، خاطركم هذيك. اشنو بان لكم الدراري اللي بغات الوقت طلع شي سطا معانا؟ انا عارفكم غتقولوا اه شحال من واحد تيقولي طلع طلعوا الدير بحال حنا نشوفوا غنطلعوا على سطا وحده دابا ندير سطا مزيانه حيت هذا قرار قلنا غنحيدوا لي القرار واحد عشيري هو جاي من مورايا الدراري شو حسي الار ار العفريت حسيت بكتي وحسي الار ار انا مزيان مزيان دعم الله بيان سور سلم على ماما وبابا وخالتي جميله في الصاله سلم على كل شيء غدا تلقاها في يوتيوب انا بعدا اسمح لي كنت باغي نحيد القرعه وصافي لا غري دير فلوق داكشي علاش على الدراري اليوم نهار زوين صوروا لقطات زوينين فوالا اش بان لكم الدراري تلوطوا على زوج دايرين كابريو با ولكن ماشي تلوط على زعما ماشي تلوط على زعما صاحبنا ولا شي حاجه مي بون زعما قطار الفلوق ولا اي باش وهادي شوفوا لا رياكسيون ديالها كيفاش دايره المطار صغير مالك اصاحبي تخلع يا صاحبي مالك مالك اصاحبي هذا الشاب العادي باش نشوف لا رياكسيون ديالك الله يحفظك ليا الله يكبرك دراري الدراري درت حدا درت حدا فرانسيك داير دور تدريب شوي تخلع كتحب لي غنصبك نشربوا شي قهوة دابا نكملوا لكم الفلوغ ندخلوا عند انس البوعلاني المهم حنا يلاه خرجنا من القهوة دابا تيجيبوا شي جولة على العمق اللعيبات نبقاو بحال هذا هادي مالا العاق عليها شي غادا شي بلاصه في غادا في غادا غنوصلك معايا انا غادي ندير طريق ودابا انا والله الا ديا طريقي بالله باش ندير معاك مزيان راه بغي نمرتك لا والو باش تعرف هاد القضيه هادي المهم ما كاينش شي خبيحه بلاتي كتقبح علينا ولا عيبات وهادي انا باش ندير معاك مزيان بغينا نديوك معانا دابا انت ولات كتقولي لي انا بغيت الطاكسي ولا انا الامور علمت تمك دابا وسمع شو الدراري هي ما عرفانيش باني ندير فلوج قالت لك غدا العمق وبغات الطاكسي وانا ما بغيتش علاه ندير معاه مزيان شتي انت اختي اليوم غدوز اقوى ساعه في حياتك انا تنقول تواضعش معاك وبغيت نديك معايا لوصلك الغدا ونتي كتبع السالية وشنو؟ كنتي واقفة تشدي طاكسي شي هذا راه باش ندير معاك مزيان انا اختي راه ما بغينا نمرتك لا والو انا راه انا تكون عندي اختي مي تعامل حاجة بغي شي واحد يتعامل معاهم عادي شو هاد لاشونس ما عرفتش شكون معاك لا ما بقى نقول لك شكون هذا دابا انتي اللي غتقولي لي خليني مرتك في الاخر انا اللي غنتبع السط عليك وانتي عقلي وانتي عقلي على الكلمه هذه ما
كنا فيها مزيان وفي الاخر كنا ما داكشي بلاها افدي انا بحالك اختار السطيد راه كنبغي نضحك وصافي ماشي مشكلة اختي ياك ما نحطك في لاكاسكاد ولا شي حاجة داكشي داخلك واه لا زيد بغيت نحطك انا ما كاينش مشكل ادخل اخونا ادخل لا اش بان لكم نضرب مباشرة فلاش في السماء باش المرة الجاية ما نحطك مع حتى شي واحد مبرات على قلتلك ما عرفاتش كلنا شكرا شكرا الله يحفظك ما عرفتي شكون معاك انت ما تعرفي شكون معاك بالكم دابا هاديك تلاقيت معاها وبغيت نوصلها وبدات تتبعص عليا شنو غندير لها القشوله دبرات عليها قوتيها سهل عليك دابا راه كيف الفلوق عندي واحد لاباج ديال موطور يكراد اس انت انا لاباج ديالي انا سبولاني حيد لاباس لا غا سعيد لاباس علاش شويه ما قادر نقول فيك جوست ولكن ما خدامش لاباس راه عشان علاش راه دابا عندي دراري صحابي في بريزيل شي خسروا في بريزيل ولا عيباج كلهم حيد لاباس كتدي زاكشيفا انا سي بيان اخويا بصحة وراحة موطور تبارك الله زوين راه مهم كان شي حاجة مرحبا 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 على الراس والعين خاصك شي حاجة تلاش خاصني شي حاجة نتبادلو الكونتاكت بيناتنا ما كاينش المشكل 06 وين بلاري هادي هي النهاية الفلوق بارك الله عليكم